أطلقت محافظة الإسكندرية قافلة طبية بمركز شباب الحرمين بنطاق حي ثاني المنتزه ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة. تأتي القافلة في إطار توجيهة الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة لجميع الفئات المستهدفة خاصة في الأماكن الأشد احتياجا. هذا وضمت القافلة الطبية 5 عيادات متنقلة مختلفة التخصصات مع تواجد فرق الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والاعتلال الكلوي والضغط والسكر وتوفير جميع لقاحات كورونا.